مساء فاخر، نجمه موسيقار الأجيال، نهر خالد من فن وأغنية خالدة من عيون القصائد. والليلة تبدأ سهرتنا حفاوة بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أحب أن ترحبوا معايا بالصوت المتميز لؤلؤ. من أول يوم راح من النور، أحب أن أنتوا ترحبوا معايا بالرائعة ريهام عبد الحكيم. عبد الوهاب خالص الشكر والامتنان معالي المستشار تركي آل شيخ اللي وفر لنا كل أسباب الراحة والاعتناء. ورضاها يبقى رضاك وسعدت هيهون في هواك في هواك طول ترجمة.